يا اهلا بيكم، معكم محمد فتحي من قناه كنت ستارت، وبنكمل حديثنا عن الفلاتر فاير بيس. المحاضره اللي فاتت بدانا نتكلم عن استخدام البروفايدر باكج او البروفايدر ستيت مانجمنت مع الفاير بيس عشان نبدا نعمل الاوثنتيكيشن او اللوجن سيستم. وصلنا ان احنا المحاضره اللي فاتت وصلنا ان احنا انشانا الاوث بروفايدر، وكان بالشكل اللي انت شايفه معانا ده اللي عملناه المحاضره اللي فاتت. وكان مراجعه بسيطه كده، هو كنا عملنا حاجه اسمها اوث ستيتس، وهنا عندنا 3 حالات، يا اما بيكون ان اوثنتيكيتد، يا اما بين اوثنتيكيتنج او اوثنتيكيتد، يعني اليوزر لسه ما عملش لوجن او بيعمل لوجن دلوقتي او خلاص هو عمل لوجن. ده الحالات اللي عندنا، وعملنا الاوث بروفايدر بناء على الكلام ده. وكل ما بنغير في اي ستيت هنا بننادي على النوتيفاي ليسنر. هنبدا بعد كده نروح داخل الهوم، هنروح على الهوم وهنبدا نعدل هنا الهوم. هنا الهوم هنعمل تعديل ان انا تقريبا في الهوم انا هلغي الهوم، لان الهوم هنا مش محتاج ان انا اعمل لها ستيتفول ويدجت، فانا هخليها ستيتلس ويدجت. فكل اللي اعمله هنا كنترول اي، وهبدا اعمل كلاس ستيتلس ستيت لس ويدجت، والستيتلس ويدجت هنا هيكون هوم. وهنا هنامبورت الماتيريال ماتيريال دوت دارت، وهنبدا نعمل كونستراكتور هنا عشان نحتاج اليوزر. فانا هعرف فاريبل هنا يوزر من نوع يوزر، اسمي يوزر، وهيبقى هنا من نوع فاير بيز يوزر، يعني هنامبورت الفاير بيز يوزر. والكونستراكتور هوم هنقول له this dot اليوزر بالشكل ده. ده كل اللي عملناه هنا. بعد كده هنبدا ممكن نيجي مثلا هنا ونرجع نريتيرن سكافولد، وبداخل السكافولد هيبقى عندي هنا الابر، هيبقى ابر والتايتل تكست، ونقول مثلا هنا هوم. وكان عندنا الاكشنز actions، هنا البادي، وتعالى نقول البادي نال دلوقتي. والاكشن هنا actions، كان عندنا هنا ايكون بتون الاون كليك، او الايكون هنا هيكون ايكون ايكونز. الكلام ده عملناه المحاضره اللي فاتت، كنا ممكن خدناه كوبي بيست. ايكونز دوت دوت اكزيت، او تقريبا كنا عاملينه دوت لوج اوت، لوج اوت تمام. والامبرست هبدا هنا في الامبرست، هتكون ادي الفانكشن بالشكل ده. بداخل الامبرست هنا محتاجين يكون عندنا ريفرنس، فانا هبدا اعرف مثلا هنا نقول هنا مثلا من النوع بروف، اعرف فاريبل هسميها بروف او بروفايدر، بروف ايكوال هنادي على البروفايدر، بروفايدر دوت دوت اوف كونتكست. وهنقول احنا محتاجين البروفايدر بتاعنا كان اسمه عندنا انستنس دلوقتي من نوع اوث بروفايدر تمام. الكلام ده برضو شرحناه في كورس الاستيت مانجمنت، ممكن ترجع ليه هنلاقي شرحنا الكلام ده بالتفصيل. يبقى انا عندي هنا انستنس من نوع اسمه بروف، ده خلاص انستنس من نوع الاوث بروفايدر، اقدر اي داتا انا محتاجها داخل الاوث بروفايدر انادي على البروف. فكل اللي اعمله هنا اما اليوزر يكليك على اللوج اوت، انا هقول له هنا بروف دوت دوت ساين دوت لوج اوت، تقريبا اعتقد كنا مسمينها لوج اوت دوت لوج اوت بالشكل ده. ومن هنا اقدر ان انا كمان اروح على بعد ما اعمل لوج اوت اقدر اقول له نافيجيتور دوت بوب او بوش ريبليسمنت،
والكونتكست، وهناخد حاجة هنا من نوع ماتيريال بيج، ماتيريال نافيجيتور كان اسمها تقريبا، مش ماتيريال كان اسمها بيج نافيجيتور يعني اعتقد كان كنا بنقول دوت ماتيريال بيج راوت، من نوع ماتيريال بيج راوت. وهنا ماتيريال بيج راوت البيلدر هيكون فانكشن هتاخد كونتكست وهترتير اللوجن بقى، اللوجن بيج، اللوجن بالشكل ده. تمام كده، تمام. ده بالنسبة للوج اوت. ممكن اجي كمان ومحتاج اعرض بيانات اليوزر، فتعالوا هنا الاول في البادي هيكون عندي هنا ممكن نعرض بيانات اليوزر. فلو عملنا تكست مثلا كده، تكست هنا او سنتر الاول، سنتر ويدجت، والويدجت هنا للتشايلد هيكون تكست. ممكن اعرض هنا البيانات اليوزر عن طريق ان انا اقول له بروف دوت يوزر، اجيب اليوزر دوت الديسبلاي نيم مثلا، اعرض الديسبلاي نيم بتاع اليوزر ده او اعرض الايميل. تمام، يبقى انا عندي اليوزر اهو، كل ده الستيت مانجمنت. يبقى الستيت انا بشير الستيت، ما بقعدش اكلم الاوث واجيب اليوزر، لا انا اليوزر هنا متخزن فين؟ متخزن في البروفايدر عندي، فاقدر اجيبه واستدعيه في اي مكان في الابلكيشن بطريقه سهله جدا زي ما انت شايف معايا. اعتقد كده انا تقريبا كده مش محتاجين حاجه في الهوم بيج. ممكن بعد كده نروح على المين، هي دي اللي هيبقى اخر حاجه هنعملها، ان انا هاجي في المين بيج هنا. والمين طبعا انا هعدل فيها. كل اول حاجه هبدا هنا في التعديل، ان انا هنا داخل الماي اب هحذف الماي اب هنا الاول، مش محتاجه بالشكل ده. في الران اب هبدا هيبقى عندي حاجه من نوع مالتي بروفايدر مثلا، بروفايدر عشان ممكن استخدم اي بروفايدر تاني، والبروفايدر هنا هيكون من نوع اري. تمام، هبدا هنا اول حاجه عندي استخدمها هنا التشينج انستنس من نوع تشينج نوتيفاير بروفايدر، تشينج نوتيفاير بروفايدر ده اول بروفايدر عندي اهو هستخدمه. يبقى انا هنا مالتي بروفايدر، بستخدم بروفايدرز كتير، ممكن يبقى عندي اكتر من بروفايدر. اول حاجه هنا بقول له تشينج نوتيفاير بروفايدر، وهنا بالنسبه للكرييت هتكون عباره عن انونيمس فانكشن تاخد كونتكست مثلا، والانونيمس فانكشن هنا هترتير انستنس من النوع البروفايدر بتاعنا الاوث بروفايدر. تمام، ده اول حاجه عندي هنا من النوع اوث بروفايدر. ونعمل كوم عشان نفورمات الكود، والتشايلد هنا تشايلد والتشايلد هنا تشايلد هيكون هنا الماي اب انستنس من ماي اب. تمام، هبدا هنا في الماي اب خلاص كده نعملنا سيف. لو رحنا هنا للماي اب، الماي اب هيكون عباره عن الماتيريال بيج، وبداخل الماتيريال هنا الهوم هيكون ويدجت هنعملها هنا حاجه. هنا هعمل ويدجت، الويدجت دي هسميها مثلا هتريتيرن ويدجت، هسميها مثلا اندرسكور شو هوم سكرين او شو سكرين سكرين او شو هوم سكرين. بداخل بداخل الويدجت هنا هبدا اعرف فاريبل، كنا ناخد الفاريبل اللي هو البروفايدر يعني، هبدا اعرف بروفايدر هنا var بروف زي ما كنت بعمل قبل كده equal provider dot dot of context.
اوث بروفايدر، اوث بروفايدر، وهنا الفانكشن هنا هتاخد حاجه من نوع كونتكست، كونتكست، فبنستخدم الكونتكست هنا بالشكل ده. طيب كل اللي هعمله هنا، انا هعمل سويتش سريعا كده، هسويتش على الاوث ستيج، ودي اهم نقطه معايا دلوقتي. احنا تقريبا كده خلاص، هسويتش على البروف دوت الاوث ستيتس. طيب كيس بقى بسرعه كده، اقول له كيس كانت في حاله ان كان الاوث البروف دي من نوع اوث ستيتس دوت مثلا دوت اوثنتيكيتنج، اوثنتيكيتنج لسه بنوثنتيكيت، او كانت كيس في حاله الاوث ستيتس، اوث كيس، كيس السي مش كابيتال، كيس اوث ستيتس، ستيتس دوت ان اوثنتيكيتد، ان اوثنتيكيتد. هنا في الحاله دي انا هريتيرن، هريتيرن هرجع هنا باللوجن بيج، باللوجن بيج بالشكل ده. كيس عندي كيس تاني، كيس ان هي كانت الاوث ستيتس دوت اوثنتيكيتد، خلاص كده هو عمل اوثنتيكيتد، عمل اوثنتيكيشن، فانا هريتيرن اللوجن الهوم بيج، هوم هوم بيج. وهنا في الحاله دي انا محتاج ابعت اليوزر، فممكن ابعت اليوزر. طبعا هنجيب اليوزر ازاي؟ اكيد انت بتجاوب وعارف ان انا هجيب اليوزر عن طريق البروفايدر عندي ستيت مانجمنت، انا بشير اليوزر في اي مكان، فاقدر انادي على البروف دوت يوزر اهو، اقدر اجيب اليوزر بالشكل ده. وفي النهايه هنا هريتيرن هنا عشان بس بريتيرن ويدجت، فانا هنا هريتيرن كونتينر انستنس من نوع كونتينر مثلا كويدجت كده، كان ده ويدجت بالشكل ده. تمام كده انا كده خلاص هاجي هنا، كل اللي اعمله ان انا هاجي في الهوم، والهوم هنا هيكون من نوع شو سكرين ويدجت، وهبعت له الكونتكست شو سكرين، وهنبعت الكونتكست. تمام، وفي حاجة هنا مش مظبوطة، ماتيريال بيج لي دي ويدجت اندرسكور شو سكرين، مفيش حاجة اسمها شو سكرين، هي اندرسكور شو سكرين. تمام بالشكل ده. تمام اعتقد احنا كده تمام، ممكن نرن دلوقتي ونبدأ نعدل تاني في الكود. فلو عملنا ريستارت الكود او قفلنا الابليكيشن وفتحناه تاني، تمام رنينا الابليكيشن، في حاجة في ايرور هنا اهو، تعالى بسرعة كده نتشيك الايرور ده ايه. ايرور ايرور، الهوم هنا محتاج ياخد اليوزر عشان نبعت اليوزر، فانا هنبعت اليوزر هنا عن طريق معانا انستنس من البروف، اعتقد معانا انستنس هنا انستنس كريدنشال انستنس هنا، احنا هنا في الريجستر، ممكن نلغي دلوقتي في الريجستر الكود ده. تعال هنا نقول له نل دلوقتي، انا لسه ما عدلتش الريجستر، فانا هسيبها نل دلوقتي كده، وهبدا رن. تمام شغال، هيبدا يبلد، وهنا ممكن نبدا نشوف محتاجين نعمل نظهر البروجرس بار او البروجرس انديكيتور وهو بيلوجن. فكل اللي هنعمله هنيجي هنا في الهوم، محتاجين برضو نعدل تعديل في اللوجن، على كمان عمليه اللوجن هنا بطن، نبدا نتشيك هنا على اللوجن بطن عشان، وكمان نعدل الرساله اللي هتظهر. خلي بالك الرساله دي برضو محتاجه مش معبره، ما بتقولوش ايه المشكله، هنشوف كل ده هنعمله مع بعض دلوقتي. بس يبدا يرن، نبدا الاول بالايرور مسجز ويرن الاول، وممكن نخلي الايرور مسجز دي المحاضره الثانيه.
تمام، نتأكد بس ان هو مظبوط الاول شغال. تمام، في اكسبشن هنا الباكج بروفايدر دارت فيلد اسيرشن، هنا البيلدر نوت ايكوال نال، في تشينج اوث بروفايدر يوزد اوتسايد اوف ذا مالتيبل بروفايدر ماست بي سبيسيفاي اوف ذا تشايلد اولسو. طبعا هنا في ايرور عندي هنا في تقريبا في المين، هنا في المين محتاجين نراجع الكود بسرعة سريعا. البروفايدر تمام، الكرييت بروفايدرز تشينج نوتيفاير بروفايدر، وبنقول له هنا الكرييت كونتكست وهي ريتيرن اوث بروفايدر والتشايلد ماي اب. تمام، والبروف اوف اوث بروفايدر تمام، كله هنا مفيش اي مشكلة خالص. طيب انا يعني هفكس الايرور ده وهرجع اقول لك المشكلة كانت ايه، ونشوفكم ان شاء الله في المحاضرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.